بسم الله الرحمن الرحيم. بنات وابنائي الاعزاء، اهلا بيكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجيناتيك. نبدا النهارده الليمفويد تيشو او الليمفاتيك تيشو. هناخد مع بعض السايموس جلاند او نسميها السايموس. قبل ما نبدا في السايموس بنقول الليمفويد تيشوز يا اما يكون ديفيوز بوبوليشن اوف تي اند بي ليمفوسايت ومعاها الماكروفاج والبلازما سيل، ودي بتبقى منتشره في الميكوزا خاصة في الريسبيراتوري ميكوزا، الجاسترونتستينال تراكت ميكوزا أو الميكوزا أو الجاسترونتستينال تراكت. أحيانا تاخد صورة نيديولز، نيديولز زي البيرز باتشز اللي موجودة في السمول انتستين، زي السوليترال لينفاتيك نيديولز اللي موجودة في اللارج انتستين، زي النيديولز اللي موجودة في التراكية، أو زي التونسل اللي موجودة في الأبر ريسبيراتوري سيستم. أحيانا بقى تاخد شكل أورجنز. أورجنز زي إيه؟ بنقسمها لنوعين، يا اما برايمري اورجانز يا اما سكندري اورجانز. برايمري اورجانز اللي هي لولاها ما كانتش هتبقى موجوده السكندري اورجانز. البرايمري اورجانز هي المكان اللي بتصنع فيه الليمفوسايت او بيحصل فيه كمان ماتوريشن للليمفوسايت. زي ايه؟ زي الفيتال ليفر هناخدها مع الهيموبيسيس، البرينيتال اند بوستنيتال بون مارو. رقم ثلاثة السايموس جلاند، الثلاثة دول بسميهم برايمري ليمفاتيك اورجانز، اللي لولاهم مش هيتكون السكندري ليمفاتيك اورجانز اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي زي ايه؟ زي الليمفينوز، زي السبلين، زي الميوكس اسوشيتد ليمفويد نيديولز اللي اتكلمنا عليها من شوية في الديفيوز ليمفاتيك تيشوز. السايموس جلاند، السايموس جلاند موجودة فين اناتوميكالي؟ موجودة في upper part of the mediastinum. بتتكون من ايه؟ دي عبارة عن encapsulated organ بتتكون من two loops، ادا loop وادا loop، يبقى بتتكون من two loops. بتفضل تكبر 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 ويحصلها maturation لحد البيوبوريتي. after puberty بيحصلها involution او some sort of atrophy و replaced by adipose tissue. هيستولوجيكال بتتكون من ايه؟ السايموس جلاند من استروما وبارانكيما. الاستروما عبارة عن ايه؟ عبارة عن كبسول وسبتة نازلة من الكبسول وإبيثيليال ريتيكولار سيلز، وزي ما انت شايفين احنا ملونينها بالاحمر لان هي حاجه يونيك خاصه بالسايموس جلاند. السايموس جلاند ما فيش فيها ريتيكولار فايبر، ريبليسد باي تايب اوف إبيثيليال سيلز بنسميها ريتيكولار سيلز او إبيثيليال ريتيكولار سيلز او ERC. البرانكيما بتاعتها عباره عن كورتكس ومظله لكن ما فيش فيها نوديولز. طيب ما فيش فيها نيديولز، هل هي كورتكس كده من بره ومظله من جوه ولا مجموعه من الكورتكس ومجموعه من المظله؟ لا، هي عباره عن مجموعه من الكورتكسز ومجموعه من المظله فاتحين على بعض لكن بنسميها في الاخر كورتكس ومظله، لكن ما فيش فيها الليمفاتيك نيديولز. الكبسول ودي عباره عن دنس الريجولار كونكتيف تيشو او كولاجين فايبر. الترابيكول ودي بتنزل من الكبسول علشان تقسم الجلاند الى incomplete lobules. incomplete lobules يعني فاتحه على بعضها، يعني ده ما اقدرش اقول عليه لوبيول وده لوبيول، لا شايف الاثنين فاتحين على بعض ازاي، وكل اللوبيولز عندي في السايموس فاتحه على بعضها عشان يبقى عندي في الاخر في كورتكس وفي ميدل. اتش لوبيول بتكون من اوتر كورتكس وانر ميدل زي ما احنا كاتبين كده اللوبيولز كونتينوس ويز اتش اذر. في السايموس جلاند الاقي الترابيكول عباره عن ايه؟ عباره عن epithelial reticular cells، مفيش reticular fibers، يبقى لو اسبق هنا بالسيلفرستين مش هتجيب معايا نتيجه. لو هتكلم على البرانكيما فانا بقول البرانكيما مليانه سايميك سيلز. السايميك سيلز عباره عن سايموسايت، يبقى في فرق بين السايميك سيل والسايموسايت. السايموسايت اللي هي تي ليمفوسايت، ومعاها السايميك سيل عباره عن ايه؟ عباره عن تي ليمفوسايت وماكروفاجز وإبيثيليال ريتيكولار سيلز. ما انت لسه يا دكتور حاطط لنا الإبيثيليال ريتيكولار سيلز مع الاستروما، هي اكشوالي مع الاستروما ولا مع البرانكيما؟ لا، الحقيقه بتلعب الدورين، بتلعب دور مع الاستروما وبتلعب دور مع البرانكيما. بتشتغل مع الاستروما في ان هي بديل للريتيكولار فايبرز، وبتشتغل مع البرانكيما لان هي فيري 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 امبورتنت فور ماتوريشن اوف ذا تي ليمفوسايت. السايميك سيلز دي اللي انا شايفها قدامي دي يا اما متجمعه هنا في مكان غامق كده فانا بسميه كورتكس، او قليله في مكان تاني كده فبسميه ميدل. الاوتر كورتكس بتبان دارك ليه؟ عشان فيها عدد كبير من الليمفوسايت او من الاميون انكومبتنت تي ليمفوسايت،
يعني ايه immune incompetent؟ دي لمفوسات يعني ما لسه ما ينفعش تشتغل في الاميونيتي. ومعها الابيثيريال ريتيكولار سيلز. بنقول ان التي لمفوسايد بتسيب البون مارو وتروح تقعد فين في الاول؟ وتروح تقعد في البريفري اوف ذا كورتكس. هنا كده في البريفري اوف ذا كورتكس. الانر مضلة ادي الكورتكس اهي اللي هي متشاور عليها بالكورتكس اهي، ودي الانر مضلة. دي فيها الابيثيريال ريتيكولار سيلز ومعها الهاسلز كورباس. لكن برضو موجود في نمبر من التي لمفوسايتس والماكروفاجز. في المضلة النمبر اوف تي لمفوسايت بيقل. ليه؟ لان هي هتسيب المضلة، هنحكي الحكاية بعد شوية، هتسيب المضلة وتروح علشان تستقر في الليمفويد اورجانز في اماكن بنسميها سايموس ديبندنت زون، عن طريق فينستريتد بلاد كابيلاريز او هاي اندوثيريال فيزلز او الابيثيريال ريتيكولار سيلز. زي ديفر فروم ريتيكولار سيلز اوف ذا كونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو في سيلز اسمها ريتيكولار سيلز، لكن هنا في الابيثيريال ريتيكولار سيلز. هذه الابيثيريال ريتيكولار سيلز درايفد فروم اكتوديرم. الحاجه الثانيه كانت سينسايز ريتيكولار فايبرز. امال الفايبر امال سميتها ريتيكولار ليه؟ شايف السيل ميمبرين بتاعها بيطلع يعمل بروجيكشنز طويله قوي زي دي كده، زي ما انا بشبهها دي كده، طالع من السيل ميمبرين شخصيه علشان تشتغل بديل للريتيكولار فايبرز. بس مش بديل بس الريتيكولار فايبرز، لا هتقوم بفانكشن عظيمه جدا. زي ار مين اللي زي ار؟ الريتيكولار سيل زي ار برانشد سيل، والنيوكلس بتاعتنا بتبقى بيل مع ليتل هيتيروكروماتين، يعني فيري اكتيف سيل. السيتوبلازم بيل وكونتينز ميني تونوفيلامنتس. والتونوفيلامنتس لان انا عايز البروسيسز بتاعتي تشتغل بديل للريتيكولار فايبر وتعمل لي اورجانيزيشن للسايموس جلاند. كمان في بينها وبين بعض الديسموسومز واوكلودنج جانكشنز ما بين السيلز دي. شايف لو احنا بنشبهها بالشعاب المرجانيه دي وبعدين تصطاد جواها الشعاب المرجانيه دي، هتصطاد جواها ايه؟ السمك اللي هي الابيثيليال ريتيكولار سيلز. هتصطاد جواها ايه؟ هتصطاد التي ليمفوسايت. في المضله حاجه اسمها هاسلز كورباسلز. زي ما احنا شايفين هي دي الهاسل كورباسل. الهاسلز كورباسلز دي عباره عن ايه؟ عباره عن نوع معين من الابيثيليال ريتيكولار سيلز بيحصل له رابنج، يعني بيلف حوالين بعضيه، وبعدين يحصل له هوموجينايزيشن يعني هوموجينس ستراكشرز، ويبان بيل ستيند ريتيكولار سيلز ذات كواليسك اراوند اتش اذر. يعني مجموعه من السيلز بتتجمع مع بعضها وتديني المنظر اللي انا شايفه ده. ده بسميه ايه؟ بسميها سيلز كورباسلز. ادي التي ليمفوسايت اللي اتكونت في البولمار. هتروح للمضله، تروح للمضله بس علشان تدخل من الهايلم، وبعدين توصل للكورتيكو ميدالري جانكشن. لما توصل ناخد الرحله الاول، احنا عايزين نتكلم عن رحله التي ليمفوسايت الاول. بعد ما تطلع من الهاي اندوثيريال بلاد فيزل هتروح تتجمع في الكورتكس في البريفري اوف ذا كورتكس. يبقى انا بقى عندي عدد كبير جدا من التي ليمفوسايت في الكورتكس. بعد ما يحصل لها ماتوريشن هتسيب الكورتكس وتروح للمضله. بعد ما تروح للمضله هتسيب المضله عن طريق بلاد فيزل تاني برضه هاي اندوثيريال بلاد فيزل، علشان تروح تقعد فين؟ في السايموس ديبندنت زونز المختلفه في الليمف نود والسبلين. دي الرحله اللي هتعملها التي ليمفوسايت. هتيجي من البون مارو، هتيجي من البون مارو توصل للمضله، تطلع في البلاد فيزل علشان توصل للكورتيكو مدلر جانكشن، وبعدين تتجمع في البريفري اوف ذا كورتكس علشان تسيب الكورتكس مره ثانيه وترجع للمضله، وبعدين تطلع من المضله في الكورتيكو مدلر جانكشن عن طريق هاي انتيريا بلاد فيزل، وبعدين توصل للسايموس ديبندنت زون. دي الرحله اللي هتعملها التي ليمفوسايت. طب ايه الايفنتس اللي هتحصل من خلال هذه الرحله؟ الحقيقه هي رحله علميه تعليميه من المعلم بتاعي. المعلم بتاعي هو الابيثيليال ريتيكولار سيلز. يبقى المعلم بتاعي مين؟ الابيثيليال ريتيكولار سيلز. الطالب بتاعي مين؟ التي ليمفوسايت. امكانيات الطالب ده في الاول ايه؟ ما عندوش اي حاجه غير ريسبتور اسمه نوتش 1. هذا النوتش 1 اللي هو اللون البينك ده موجود على كل الخلايا اللي اسمها تي ليمفوسايت. هي اميونو انكومبتنت
ليمفوسايت. ايه اللي عرفنا انها تي؟ طبعا وجود النوتش 1. ايه بقى الدرس اللي هتاخده؟ الدرس اللي هتاخده ان هي تتعلم ازاي تعمل كلاستر ديفرنشيشنز او مولكيولز الكلاستر ديفرنشيشن او مولكيولز على السيل ممبرين بتاعها، بسميها انا كلاستر ديفرنشيشن. عندي تو تايبز اوف كلاستر ديفرنشيشنز مهمين جدا، تايب 8 وتايب 4. الخليه دي هتعلم الخلايا دي ازاي تعمل سي دي 4 وسي دي 8. خلاص نجحت، يبقى كل السيلز بتاعتنا هتعمل زيها بالظبط، هتكون سي دي 4 وسي دي 8. في الحاله دي هسميها ايه؟ هسميها دبل بوزيتيف تي سيلز، هسميها دبل بوزيتيف سيلز. خلصنا الحصه الاولانيه، عايزين مجموعه ثانيه نعلمها بدل المجموعه الاولانيه. اهي ادي المجموعه الثانيه، اسميها ايه بقى؟ اسميها دبل نيجاتيف تي سيلز. يبقى الدبل نيجاتيف تي سيل هتتحول الى دبل بوزيتيف تي سيل نتيجه وجود الفاكتورز اللي بتفرزها مين؟ الابيثيليال ريتيكولار سيلز. زي ما انت شايف الحصه كملت معانا من غير ما ناخد بالنا، والخلايا دي عرفت تكون اللي هي التي ليمفوسايت اللي هو او الدبل بوزيتيف سيلز، كونت كمان حاجه اسمها تي سي ار، وده العامل الرئيسي في عملية الإميونولوجي، ومعاه السي دي 3. يبقى الخلية بتاعتي دلوقتي بقى عليها ايه؟ بقى عليها سي دي 8، سي دي 4، تي سي ار، اند سي دي 3، ومش ناسي اسمها، اسمها ايه؟ اسمها دبل بوزيتيف تي سيل. لاحظ معايا ان الابيثيليال ريتيكولار سيلز عليها ام اتش سي تايب 1 اند ام اتش سي تايب 2، وده اللي بنحمل عليه الانتيجين بتاعنا. هنحمل عليه ايه؟ ده اللي بالطبيعي اللي هي الانتيجين بريزنتنج سيلز، وده واحده منهم، بتحمل الانتيجين او الايبيتوب اللي انا عايز اعمل له انتيبوديز او اجيب له سبيسيفيك تي لينفوسايت، احمله على الميجور هيستو كومباتيبلتي بروتين او ريسبتور اللي بسميه ام اتش سي 1 اند ام اتش سي 2. ادي الايبيتوبس، شايف الايبيتوبس بتاعتي هتروح تقعد فين؟ هتروح تقعد على ال MHC1 and MHC2 علشان أبدأ الاختبار الأولاني. مين اللي هيختبر؟ برضو الخلية اللي اسمها Epithelial Reticular Cells هتختبر مين؟ الدبل بوزيتيف تي لينفوسايت. نبص كده، هل التي لينفوسايت هتحس بأن ال MHC عليه إيبيتوب ولا مش هتحس؟ هنبص كده للسيلز، هنلاقي في سيلز بدأت تحس أن في ايبيتوب غريب على ال ام اتش سي، بالرغم ان الايبيتوب ده بتاعي انا، الثايموس جلاند واخداه من التيشوز بتاعتي انا او من البروتينز بتاعتي انا. طيب لكن هل هتحس بيه التي لينفوسايت؟ هتبدا تحس بيه التي لينفوسايت بس بشكل ضعيف، بسميه ويك ريسبونس. هل كل السيلز حصل لها ويك ريسبونس؟ لا، مجموعه بس من السيلز والباقي ما حصلوش ريسبونس. يبقى انهي فيهم اللي حلو؟ لا، اللي عمل ويك ريسبونس، اللي عرف ان يعني ايه ايبيتوب، يعني ايه ام اتش سي 1. لكن الخلايا اللي هي نايمه على روحها دي الحقيقه ما هيش هتبقى معانا في الكادر بعد كده. لكن لاحظ معايا ان من وجود الام اتش سي 1 السي دي 8 بقى اب ريجوليتد، في حين ان السي دي 4 بقى داون ريجوليتد، يعني ما عادش في سي دي 4، بقى في سي دي 8 بس. يبقى التي لينفوسايت اللي هتعمل رياكشن او ويك رياكشن مع الام اتش سي 1 السي دي 8 بتاعها هيحصل له اب ريجوليشن، والعكس بالعكس، اللي هيبقى ام اتش سي 2 السي دي 4 هو اللي هيحصل له اب ريجوليشن، لكن السي دي 8 هيحصل له داون ريجوليشن. العمليه دي بسميها بوزيتيف سيلكشن. ليه بوزيتيف سيلكشن؟ لان الثايموس جلاند اختارت الخلايا اللي تجاوبت معاها في الرياكشن، فالخلايا البوزيتيف هي اللي انا عملت لها سيلكشن. طب والخلايا اللي ما حصل لهاش رياكشن؟ لا، دي نيجاتيف سيلز هتختفي من الوجود. كام في الميه من الخلايا هيحصل لها بوزيتيف رياكشن؟ من 10 ل 20% بس من السيلز هيحصل لها بوزيتيف رياكشن. لكن في الاخر بقى عندي نوعين من السيلز، واحد اسمه سي دي 8 تي سيلز والتاني اسمه سي دي 4 تي سيلز. عارف السي دي 8 تي سيلز اللي هو السيتوتوكسيك سيل، والسي دي 4 اللي هي الهيلبر تي سيل. السيلز دي بسميها 1 تي سيل او سنجل بوزيتيف تي سيل. اللي قبلها كانت ايه؟ فاكرين؟
دبل بوزيتيف تي سيل، لكن دلوقتي بقى عليها من التو سي ديز المهمين اللي هو الايت والفور. كده احنا خلصنا كده السيلز خلصت الرحله بتاعتها في الكورتكس. هتروح المظله، هتروح المظله تلاقي الاستاذ بتاعها مجهز لها اختبار كبير قوي. هذا الاختبار عباره عن ديفرنت مولكيولز من الابيتوبس المختلفه موجوده على الام اتش سي 2، موجود على الام اتش سي 2 علشان تختبر السي دي 4 ولا السي دي 8. طبعا السي دي 4، هنشوف كده السي دي 4 هتعمل ايه، هل هيحصل رياكشن مع الايبيتوب ام اتش سي 2 كومبلكس ولا مش هيحصل رياكشن. الحقيقه في بعض السيلز هتشوف سترونج بوزيتيف رياكشن. هذا السترونج بوزيتيف رياكشن خطير جدا بالنسبه للايميولوجيكال سيستم. ليه؟ لان ده معناه ان السيلز دي كل ما هتشوف ايبيتوب في التيشوز بتاعتي وبتاعتي انا، يبقى في الحاله دي هيحصل immunological reaction وبالتالي inflammatory reaction. لكن علشان الثيموس جلاند بتاعتي تبقى ضامنه الحكايه دي مش موجوده، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تقضي على الخليه دي، يحصل لها apoptosis، ويتبقى عندي السيلز اللي ما عملتش immune reaction. هذه العمليه بسميها نيجاتيف سيلكشن، عكس البوزيتيف سيلكشن اللي كنت بختار فيها السيلز اللي عملت رياكشن. والسيلز دي هسميها ايه؟ لو بنقرا التكست بتاعنا اللي احنا واخدين منه هنلاقي الكلام سهل جدا، لكن يهمني هنا ان احنا وصلنا للكورتيكو ميدالري جانكشن. والخلايا دي هسميها دبل نيجاتيف، ليه؟ لان هسميه اللي بعدها دبل بوزيتيف، لكن هي مفيش معاها حاجه خالص على السيل ميمبرين بتاعها، يهمني غير الريسبتور اللي اسمه نوتش 1 ريسبتور. هذا نوتش 1 ريسبتور هو اللي هيحصل له اكتيفيشن من الفاكتورز اللي بتفرزها الابيثيليال ريتيكولار سيلز علشان تصنع لنا السي دي 4 والسي دي 8 ونسميها دبل بوزيتيف تي سيل. لكن برضه اكسبريس التي سي ار ومعاها السي دي 3. الايبيتوب اللي هو الاختبار الاولاني اللي بسميه الايبيتوب سيلف ايبيتوب ام اتش سي كومبلكسز، الام اتش سي هنا ام اتش سي 1 اند ام اتش سي 2. الخلايا اللي هيحصل فيها اللي ليها ويك رياكشن بس هي اللي هتعيش، الباقي هيحصل له اليمينيشن، والعمليه دي بسميها بوزيتيف سيلكشن لان انا اخترت الخلايا اللي عملت رياكشن. العمليه دي مهمه جدا. ليه؟ علشان اضمن ان الخلايا بتاعتي ما تستجيبش غير للايه؟ للفورين ماتيريال او الفورين ايبيتوبس. وعرفني يعني ايه سنجل بوزيتيف تي سيل؟ يبقى انا عندي سي دي 4 وعندي سي دي 8. لما نقرا الباراجراف ده كويس يبقى عندي سي دي 4 وعندي سي دي 8. السنجل بوزيتيف تي سيل او الوان تي سيل دي بتبقى اميونو كومبتنت سيل، لكن مش هتطلع برضه السيركيوليشن، لازم تعدي على المظله ليه في الكورتكس وتروح للمظله. ليه؟ علشان تدخل في الاختبار الثاني والكبير اللي فيه الام اتش سي 2 بس هو الاكسبريس ايبيتوبس عليه، الايبيتوبس دي بتاعتي انا. السيلز اللي هي السي دي 4 هتبدا تتفاعل مع الايبيتوبس دي. لو حصل سترونج رياكشن الخليه دي هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها ابوبتوز، وبالتالي هسميه نيجاتيف سيلكشن. في هنا باراجراف عايزك تقراه وتفسره لي انت في الكومنتس. الباراجراف ده بيقول ايه؟ بيقول ان في بعض السيلز من اللي حصل لها سترونج بوزيتيف رياكشن هتهرب من حكايه المود دي او الابوبتوزس دي وتشتغل عندي سبريسور تي سيل. ايه الميكانيزم؟ ده اللي انا هستناه من حضرتك. زي ما قلنا احنا قلنا دي اللي هو اكبر بنك عندنا من الاسئله اللي فيها كل الايه؟ كل الايبيتوبس اللي ممكن تكون موجوده في جسمي وبتصنعها الابيثيليال. الباراجراف ده ظريف جدا، يا ريت نقراه ونهتم بيه. في النهايه السيلز دي انا بسميها ان سيلز. في عندي حاجه في الثيموس اسمها البلاد ثيموس بارير. وفكره البلاد ثيموس بارير ايه؟ زي ما انت شايف التي ليمفوسايت في مرحله التعلم بتبقى حساسه جدا، يعني هي مش عايزه اي ايبيتوب يعمل لها ستيموليشن، والا هتتعرف عليها على ان هو سيلف ايبيتوب، وبالتالي لما يبقى الايبيتوب اللي هي اتعرضت ليه اثناء عمليه التعلم دي لو هي شافته ما حصلوش رياكشن، لما يقابلها بعد كده في السيركيوليشن او في الكونكتيف تيشو هتتعرف عليها ان هو سيلف ايبيتوب. علشان كده لازم اعزلها تماما عن بلاد بورن ايبيتوبس او انتيجينز. يبقى البلاد ثيموس بارير دي بيمنع الكورتكس اللي فيها الاماتيور تي ليمفوسايت تو كونتاكت مع البلاد
بور انش بارير بتاع بارعن ايه دي البلاد كابيلاري وجواها الار بي سيز وبالتالي جواها الانشنز اللي زي ما انت شايف الاندوثيليوم بتاعي كونتينوس وبعدين في تاي جانكشن ما بينه وبين بعضه. الحاجه الثانيه هتيجي البيريسايت كمان تريح على هذا الاندوثيليوم، يبقى اي ايبيتوب او اي انتيجن علشان او اي فورين ماتيريال علشان تعدي هتعرف تعدي من الكونتينوس اندوثيليوم هتلاقي فوقيه البيريسايت، وفوق البيريسايت كمان موجود البيزا اللامينه. موجود ايه؟ البيزا كونتينوس بيزا اللامينه. يبقى كل ده بيشتغل كبارير. بس كده لا، ده هتيجي الخلايا اللي اسمها الابيثيليال ريتيكولار سيلز يطلع منها بروسيس زي ما انت شايف كده تلف حوالين هذا الاستراكشر او هذه البلاد كابيلر علشان تمنع مره ثالثه او مره رابعه الحاجات اللي جوه دي ان هي تطلع تبقى كونتاكت مع التي لينفوسايت. ما هي التي لينفوسايت حوالين البلاد كابيلر بره هنا كده. لو باخد تي اس في البارير ده هلاقي دي البلاد كابيلاري وده اندوثيليوم بتاعها ودي البيزمنت تمبرين وحواليها البريسايت ودي السيلز اللي اسمها ريتيكول اندوثيليال سيلز مطلعه بروسس عشان تلف حوالين البلاد كابيلاري وتعمل لي البلاد سايموس بارير. يبقى البلاد سايموس بارير بيتكون من ايه؟ من كونتينوس اندوثيليوم يعني وبعدين البريسايت وبعدين ثيك بيزل لامينا والماكروفاجس طبعا قاعده هنا احتياطي والابيثيليال ريتيكولار سيلز طالع منها بروسيسز. لو هنقرا الكلام مع بعض هيطلع نفس الكلام. برايمري ليمفاتيك اورجان موجوده فين؟ الجنرال كاركترز بتاعتها عباره عن سمول انكابسوليتد اورجان وبعدين بيفضل يكبر لحد البيوبرتي وبعد البيوبرتي يحصل له اتروفي. لو بنتكلم عن الاستروجي فبنتكلم عن استروما وبارانكيما. الاستروما وده عباره عن كونكتد تيشو كبسول ومعاها الترابيكولي ونازل منها السبتة، بس السبتة هنا بتقسم الجلاند الى كومبليت انكومبليت لوبيولز، لكن كل بيول عبارة عن اوتر دارك كورتكس وانر بيل ميدل. اللي بيقول زي ما انت شايف كده كونتينوس ويز اتش اذر عشان كده بسميه انكومبليت لوبيول. مفيش ريتيكولار فايبرز، البديل بتاعنا هو الريتيكولار سيلز البروسيسز اللي طالعه من الريتيكولار سيلز. لو بنتكلم عن البرانكيما فبنقول ان احنا عندنا السايمك سيلز اللي عباره عن تي لينفوسايت ماكروفاج اند ايبيثيليال ريتيكولار سيلز اللي قلت لكم حطيناها مره مع الاستروما ومره ثانيه مع البرانكيما. السايمك سيلز بتبقى يا اما تكون الكورتكس يا اما تكون المظله. الكورتكس دارك، ليه دارك؟ علشان فيها تي لينفوسايت كتيره. التي لينفوسايت هتسيب البون مارو، احنا لسه حاكيين الحدوته دي بقى بالتفصيل. الانر بيل ميدالا عباره عن فيو نمبر من السايمك من السايموسايت ومعاها الماكروفاج والاثيليال ريتيكولار سيلز وموجود فيها الهاسلز كورباس. زي ما هو واضح في الباراجراف بتاعنا ان في الميدالا النمبر اوف ليمفوسايت بتقل تدريجيا. ليه؟ لان هي هتسيب السايموس جلاند عن طريق الفينستريتد بلاد كابيلاريز وتوصل لمين؟ للسايموس ديبندنت زون في الديفرنت ليمفويد اورجنز. الهاسلز كورباس ده عباره عن بيل وورل شيبد بوديز، فاكرين شكلها طبعا. ده عباره عن كونسنتريك لاير من الابيثيليال ريتيكولار سيلز او بتمثل ديجنريتد سيلز والنمبر اوف هاسلز كورباسلز بيزيد طبعا مع الايج. الفانكشن بتاعتها ما احناش عارفين الفانكشن ايه. الابيثيليال ريتيكولار سيلز لو بنتكلم عليها بالتفصيل دي بتختلف عن الريتيكولار سيلز بتاعت الكونكتيف تيشو بان هي اولا طالعه من الاكتوديرم لان هي ابيثيليال ان اوريجن او ان فانكشن. كانت سنسيسايز ريتيكولار فايبرز هي ملهاش علاقه خالص بالكونكتيف تيشو. باللايف مايكروسكوب ان البرانش السيلز والنيوكليس بتاعتها بتبقى سنجل وي بيل نيوكليس والسيتوبلازم بتاعنا كمان بيبقى بيل. الابيثيليال ريتيكولار سيلز موجوده فين؟ موجوده في الكورتكس وفي المظله. علشان تعمل لي ايه؟ علشان تعمل لي البلاد سايمك بارير وتشتغل كمعلم للاثنين، هي اللي بتطلع لي الفاكتورز اللي بتشغل لي او بتعلم لي التي لينفوسايت ان هي تعمل لي سي دي 4 وسي دي 8 والتي سي ار والسي دي 3 وده حوالين الكورتكس علشان تبقى عازل ما بين التي لينفوسايت وما بين البلاد بورن انتيجين. موجوده في الميد كورتكس عشان تعمل لي السايتو ريتيكولم وتقسم لي الكورتكس الى سمول كومبارتمنتس اللي هصطاد فيها التي لينفوسايت. موجوده عند الكورتيكو موديلا جانكشن تو سيبريت الكورتكس من المظله. يعني الحقيقه ليها فانكشنز
مهمة جدا اللي هي في الايزوليشن، وبعدين اكس اكت از انتيجين بريزنتنج سيل. وطبعا البلاد ثايموس بارير قلنا ده موجود في الكورتكس، سيبريت الكورتكس اللي فيها الاماتيور تينوفوسايت من تبقى كونتاكت مع البلاد بورن انتيجين. بتكون من ايه؟ رقم واحد كونتينوس بلاد كوبري، رقم اثنين بريسايت، رقم ثلاثه بيزل لامينا، رقم اربعه ماكروفاجيس، واخر حاجه ابيثيليال البروسيسز بتاعت الابيثيليال ريتيكولار سيلز. ايه الفانكشن بتاعت الثايموس؟ قلنا ان هي برايمري ليمفاتيك اورجان، هي المكان اللي بيحصل فيه ماتيوريشن للتي ليمفوسايت، طبعا ماتيوريشن اند بروليفريشن. بتفرز هرمونز وسايتوكاين زي السايمولين والسايموفايرين والسايموسين اللي بيريجوليت التي ليمفوسايت ماتيوريشن بروليفريشن اند فانكشن. لو حبينا نلخص الموضوع هما كلمتين اتنين، الثايموس جلاند عباره عن ستروما وبارانكيما. الستروما عباره عن كبسول ونازل منها السيبتا، لكن ما ننساش الابيثيليال ريتيكولار سيلز. البرانكيوم عباره عن كورتكس ومظله موجود فيها السايموسايت، لا مش السايموسايت، السايميك سيلز اللي هي السايموسايت اللي هي تي ليمفوسايت ومعاها الماكروفاجز والبلازما سيلز. البلازما سيلز بايو، ودي معلومه ثانيه بنحب نحطها في السمري، بتكون من كونتينوس اندوثيليوم، بيريسايت، سيك بيزل لامينا، ماكروفاجس، واخر حاجه الابيثيليال ريتيكولار سيلز والبروسيسز بتاعتها. ده البي دي اف اللي احنا هنذاكر منه المحاضره. في الكلينيكال كورليشن احب اقول حاجتين، الحاجه الاولانيه حاجه اسمها داي جورج سيندروم، وفي الداي جورج سيندروم ده عباره عن كونجينيتال فيلير اوف ثايموس ديفلوبمنت. طبعا انت تقدر تتخيل يعني انسان عايش من غير التي ليمفوسايت مش هيطول معانا، لان هو هيموت بدري زي بيشنت داي ات ان ايرلي ايج. ليه؟ علشان الانفكشن اللي هيحصل له. ده بسميه ايه؟ بسميه داي جورج سندروم اللي بيحصلش فيه اصلا تكوين للثايموس جلاند. الهيومن اميون ديفيشنسي او الاتش اي في او الايدز، ده خلي بالك الفيروس بايندز تو سي دي 4 وانجكت اتس كور في جوه الخليه بتاعت السي دي 4، يبقى في الحاله دي هيضرب لي كل السي دي 4 زي ما انت شايف كده. هيحصل سبريد الانفكشن، وبالتالي العيان بتاعنا ما بيبقاش اميونو كومبرومايزد كويس، وبالتالي يحصل سكندري انفكشن والموت. هيحصل يا من السكندري انفكشن يا اما من الكانسر اللي ممكن يحصل. نسيبكم بقى شويه مع الام سي كيو. في النهاية بقول لكم شكرا جزيلا على المحاضرة، وإن شاء الله نتقابل في محاضرة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.